الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنختف إن شاء الله عن الأحوال التي صائرة في فرنسا. واليوم 4 نوفمبر 2020، فقبل 3 أسابيع تقريبا قتل شاب شيشاني عنده جنسية روسية وكان لاجئ في فرنسا، فقتل أستاذ تاريخ، أستاذ يعني التعليم الثانوي، الذي كان قد أظهر للتلامذة يعني صور مشوهة للنبي صلى الله عليه وسلم، التي قد يعني أخرجتها جريدة هولندية ثم أخرجتها جريدة فرنسية، ووقعت عليها يعني عملية إرهابية قتلوا فيها عدد من العاملين في تلك الجريدة. ويعني كل هذه الأحوال يعني مصادفة، لأن قبل هذا بشهر تقريبا وقعت محكمة الذين عندهم علاقة بتلك العملية الإرهابية، أما الذين قتلوا فقد ماتوا، قتلتهم الشرطة، ولكن أخذوا الذين آووهم والذين باعوا لهم السلاح وغير ذلك. ولما وقعت هذه المحكمة فكذلك في واحد يعني أخذ سكين وضرب، ذهب يضرب الناس حول مقر الجريدة، ولكن المقر تغير فضرب الناس ليس لهم علاقة بالموضوع، يعني في نفس الوقت الذي وقعت فيه المحكمة. ثم هذا الأستاذ تاريخ يعني هو أظهر للتلامذة هذه الصور، وكذلك تكلم بالسوء عن الإسلام، فكانت جمعية للدفاع عن المسلمين أظهرته في الانترنت، وقامت بشكوى عند إدارة التدريس ضده، لأنه تجاوز حده في التعليم بإساءته للإسلام. فهذا الشاب الشيشاني يعني علم بهذا الخبر فأخذ السكين وذهب فقتله وقطع رأسه. وسبحان الله، يعني عملية شنيعة جدا، يعني سبحان الله، عملية يعني لا إنسانية مرة، وليس طبعا لها علاقة بالإسلام، فحكم الإسلام ليس هذا، ولا يطبق الأحكام هكذا الإنسان يعني انفراديا بمجرد رأيه، وخاصة في بلاد الكفار، وهو مؤتمن لاجئ طلب يعني اللجوء عندهم، سبحان الله. فصارت ضجة كبيرة جدا في فرنسا، لأن فرنسا معتزة جدا باللائكية، بفصل الدين عن الدولة، ومن أهم رموز هذا الفصل هو التدريس. فقتل مدرس يعني أوجعهم جدا، فالقاتل بنفسه قتل، قتلته الشرطة، إذ أنه لم يعني لما جاءت الشرطة حاول أن يهاجم عليهم فقتلوه. ولكن يعني صارت حتى الجمعية التي تدافع عن حقوق المسلمين وقامت بالحملة ضد هذا الأستاذ جعلوا رئيسها في السجن، وأغلقوا هذه الجمعية وسموهم يعني بمناصرة الإرهابيين. سبحان الله، يعني صار كأنه المسلمين ليس لنا الحق حتى أن ندافع عن أنفسنا. لو تقول أن هذا أساء بالإسلام أو بالمسلمين فيخرج منا واحد مجنون فيقتله، فتصير أنت يعني مطالب. لماذا نديت إلى العنف وإلى البغضاء وإلى التفرقة؟ فصار سبحان الله. يعني ثم تبعت ذلك عملية إرهابية أخرى في جنوب فرنسا في نيس، وهو شاب تونسي يعني جاء منذ قريب يعني قاطعا البحر، فأخذ سكين وقتل عدد من الناس في الكنيسة، قتل 3 من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثم بعد هذا وقعت عملية إرهابية في النمسا في فيينا، وتلك العملية طالبت بها يعني الدولة الإسلامية داعش. ولكن يعني صار في فرنسا جو رهيب ضد المسلمين، فصار الاعتداء على المسلمات التي يلبسن الحجاب في كل مكان، والكلام ضد المسلمين والتهم، ويعني شددت الحكومة. ولو إنسان يعني في إنترنت تكلم أن يعني هو فرح لموت هذا الأستاذ مثلا، فيجعل في السجن على طول. وأخذوا الفرصة حتى يحلوا الجمعيات التي يعني يعتبرونها إرهابية، وهكذا هذا الجو كله في فرنسا. كذلك أوقفوا عددا من الناس الذين يمارسون الحجامة والرقية، لأن القانون في فرنسا لا يسمح للحجامة إلا بالأطباء.
وكذلك فرضوا الآن على الآئمة في المساجد أن يقرأوا شعرا لاحترام وتعظيم الدولة الفرنسية. سبحان الله، يعني وهذا يذكرنا في عدد من البلدان المسلمين يفرض على الأئمة أن يدعوا للسلاطين، فصار في هذه البلاد الفرنسية يفرض على الأئمة أن يقرأوا مجد الدولة واحترام الدولة. عجيب، فهذا الحال، فسنخطف لهذا طبعا الشياطين. وأخ يسألني فماذا نفعل، ما هي النصائح والتوجيهات في هذا الحال، فسنتكلم عن النصائح في الأخير. ولكن طبعا الشياطين هم يريدون أن تكون الفوضى والبلبلة وأن يكثر المسلمون الذين يعملون العنف حتى يقع رد الفعل وكراهية الإسلام وتدهور الأمور. ثم في نفس الوقت في فرنسا، يعني في موجة كورونا تضاعف جدا وقوية جدا، حتى صار الرئيس في حيرة، فهو بين طوارئ الإرهابيين وطوارئ كورونا، وطبعا كل هذا فيه نفقات وخسائر للدولة. فسنخطف كذلك الكورونا وننظر هل فيه علاقة بين الموضوعين. ونحن نريد يعني بأخذ الشياطين الذين يدفعون الكفار لكراهية المسلمين ويدفعون بعض المسلمين لأعمال العنف حتى يعني يهدأ الجو ما أمكن بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله من أين جئت؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله من أين جئت؟ نحن نريد أن نفهم ماذا يقع في فرنسا. جئت من فرنسا؟ نعم. ماذا كنت تفعل هناك؟ نقتل الكفار. تقتلون الكفار؟ نعم. يعني أنت تأتي عند المسلمين حتى يقتلوا الكفار؟ نعم. وهل طلب أحد هذا منك؟ من طلب هذا منكم؟ يعني فيه أناس أرسلوك بالسحر حتى يقتلوا المسلمين الكفار؟ لا. إذن من أرسلكم؟ فرقة. فرقة؟ فرقة من الناس يرسلوكم حتى تفعلوا هذا. وهكذا هذا الشاب الذي قتل المعلم أنتم دفعتموه. ونفس الشيء هذا التونسي الذي في نيس الذي قتل الناس بالسكين أنتم كذا دفعتموه. طيب يعني وما زلتم ستدفعون الكثير. والمسلمين الذين تدفعوهم حتى يقتلوا الكفار باسم الدين، يعني كيف تختارونهم؟ هم يريدون هذا. هم يريدون أن ينصروا الإسلام. ولكن حتى تؤثروا فيهم، هل هم مصابون بالسحر؟ لا، إيمانهم ضعيف. إيمانهم ضعيف وفهمهم للإسلام يعني شديد، يريدون الشدة. هكذا فتؤثرون فيهم. طيب هل أجبروكم على هذا العمل أو خلصوكم؟ لا، خلصونا. خلصوكم؟ نعم. هل يمكن أن نعطيكم أحسن؟ ماذا؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا لا تريد؟ لا. إذن ستمشي إلى جهنم؟
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تريد أن تمشي هناك؟ لا لا تريد تدخل الإسلام؟ عندي عود براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله أنتم تدفعون المسلمون حتى يقتلوا الكفار؟ هكذا؟ إذا ماذا شغلكم؟ نحن نعمل فتنة. تعملون الفتنة المشاكل بين المسلمين والكفار. يعني أنتم تحرضون الكفار حتى يؤذوا المسلمين؟ طيب هل أمركم أحد بهذا؟ إبليس ليس أحد من البشر لا لأنه وجد الفرصة وجد الفرصة حتى يعني تقع الفتنة سيتكلم معكم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم أنتم أنصار؟ أنصار إبليس؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهد
شهادتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون. لا تريدون؟ هل عندك قلب؟ لا. هل قتلت أهلك لإبليس؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. تقبلوا الإسلام؟ لا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تقبلوا الإسلام؟ لا. إذن سيقتلوك. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وكان حقا علينا خلاص مات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم
فطاف عليها حرمت عليكم والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به لكن الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم أنت من فرنسا؟ ماذا تفعل هنا؟ تعجبني الأجواء الفتنة والبغضاء والقتل نعم وماذا تفعل في هذه الأجواء؟ أستمتع ولكن ماذا كنت تعمل قبل هذا؟ لا شيء أوسوس فقط وماذا كنت توسوس؟ بأن يدافعوا عن دينهم بالعنف لا بأي شيء بالطرق السلمية والقانونية لا أنا أقول دافعوا عن إسلامكم فقط أنت تحرضهم حتى يغضبوا ويريد أن يدافعوا عن الإسلام نعم ثم أوسوس الآخرين يدافعوا فتحرض كل واحد أن يدافع أن يتحمس حتى يتضاربوا نعم هل أمرك أحد بهذا؟ أنا هكذا شغلي ولكن تشتغل لمن؟ إبليس ليس بشر وراءك نعم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي لست مستمتع بهذا بما يقع في فرنسا؟ لا أتمتع لا لماذا؟ والفتنة أشد من القتل لكن هذا ممتع جدا ممتع جدا وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير تدخل الإسلام؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا لا تريد؟ لا إذن ستمشي إلى جهنم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تريد هذا؟ تريد جهنم؟ اتركني إذا أتركك ستمشي إلى جهنم؟ لا نعم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم لا تريد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به عندك دم أو عهود براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض خلاص طيب الجن الآخرون الذين جاءوا ماذا كنتم تفعلون؟ كنا نحرض تحرضون المسلمين أو الكفار أو كلهم؟ كلهم حتى يتضاربوا حتى تكون الفتنة طيب إذن في فرقة من الناس يرسلون الجن حتى يدفع المسلمين لقتل الكفار وبعد هذا تأتي الشياطين وتكون الفوضى ويزداد الأمر هكذا طيب هذه الفرقة كل الجن اللي معهم جاءوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبن طبقا عن طبق
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، وكان حقا عليك. خلاص. طيب، هل انتشار الكورونا في فرنسا فيه جن وراء هذا الشيء؟ ما بقي جن يؤثرون هذا؟ لا مسلمون ولا كفار. طيب، ننظر إلى كل الأسحار والأعمال اللي كنتم تعملوها في المجتمع للمسلمين وغير المسلمين. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فأخر عليهم والسقف من فوقهم وأتاهم العذاب. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمها إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا. الله نور السماوات والأرض، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الحمد لله، هذا هو الأمر كما رأيتم. ففيه فرقة من الناس يعني ترسل الجن حتى يدفع المسلمين للقتل، لقتل الكفار باسم الإسلام، بعمل هذه العمليات الإرهابية حتى تكون فتنة ويتوسخ يعني وتتوسخ صورة المسلمين، ثم الكفار سيردون الفعل والمسلمون سيردون الفعل، وتكون الفتنة والإسلام هو الخاسر في هذه الأحوال. ومع هذا يعني الشياطين هذا شغلهم، يوسوسون لهؤلاء وهؤلاء أن يتحمسوا ويدافعوا المسلمون عن دينهم والكفار عن بلادهم حتى تزداد المشاكل. فالله تعالى المستعان، والله تعالى ينجينا ويخمد هذه الفتنة وهذه الأحوال. فإخواني الذين يطلبون مني النصيحة، فأول شيء العنف هذا محرم في الإسلام. أعمال العنف هي خاصة بالدولة، يعني الدولة، السلطة، الشرطة، الجيش، هم الذين يحملون السلاح ويقومون بإقامة الأمن أو إقامة العدل أو محاربة يعني المجرمين. أما أن يقوم الأفراد بالسلاح ويقتصون لأنفسهم أو يحاربون أعداء الإسلام، فهذا لا يمكن أبدا. فهذا أول شيء، ماذا نفعل، ماذا لا نفعل، هو ألا نقوم بعمليات العنف ولا نحبها ولا يعني نمدحها ولا ننصر من يفعلها ولا نحميه ونتبرأ منهم. وإذا علمنا في مسجدنا أو في محيطنا من يريد أن يقوم بعمليات العنف، فلا بد أن نخبر به السلطات حتى يوقفوه. لا يجب الستر عليه بدعوى أنه مسلم، بعدين يعمل مشكل ونصير كلنا يعني تابعين هذا المشكل. فهذا أول شيء. ثم يعني في الشيء، الأمور التي يفرضها علينا القانون وتفرضها علينا الدولة، فلا بد من احترامها، لا بد من احترامها. لا يمكن أن نقول أن نحن سنعمل شريعتنا ونعمل حياتنا في بلاد غير بلادنا في مخالفة قانون البلد، هذا لا يمكن. فلا بد أن نقبل، وإن كانت بعض هذه الشروط مخالفة للإسلام، فتذكروا صلح الحديبية. ومن لم يعرف صلح الحديبية فليقرأ عنه بالتفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل وقبل شروطا مخالفة للإسلام وشروطا ظالمة وشروطا باغية حتى يكون السلم، حتى يتكف الحرب وحتى ينتشر الإسلام في السلم أحسن مما كان ينتشر وقت الحرب ووقت الفتنة ووقت العداوة. فلابد أن نقبل. وطبعا باب الهجرة مفتوح،
وأرض الله واسعة، الذي لم يعجبه البقاء في فرنسا فليذهب أينما شاء، فهذا يعني مفتوح. وهكذا فعل الصحابة في مكة لما وجدوا الفرصة للهجرة إلى الحبشة، فهذا مفتوح. وهذا لا أقول أنه واجب، لأن الأمر لم يصل إلى أن نمنع من الفرائض. وكذلك صعب أن تجد دولة أن تقوم بها يعني بدينك كما تريد، وكذلك دولة تستقبلك وتهيئ لك يعني المناخ يعني المناسب حتى تعيش فيها. ولهذا مع الأسف نرى هذو اللاجئين يعني من سوريا أو من إفريقيا أو من الشيشان يتوجهون إلى أوروبا، لأنه صعب أن تجد في البلاد المسلمة من يستقبل هؤلاء ويمد لهم يعني ظروفا حسنة لمعاشهم. ثم إخواني علينا أن نجتهد بما يسمح لنا القانون، يعني بكل شيء، بكل ما يسمح لنا القانون، حتى نقوي يعني نقوي وجودنا في أوروبا وفي فرنسا مثلا بالتصويت وبأخذ الجنسية. فالذين يكرهون الإسلام ويكرهون العرب أو المسلمين الذين يأتون في فرنسا يصوتون، فصوتهم مسموع عند السياسيين، والذي لا يشارك في الانتخابات فلا كأنه ليس موجود ولا ينفع السياسيين، لأنهم يعني هم يريدون من ينتخب لهم وأن يحصلوا على الحكم من جديد. وإذا كان المسلمون لا يصوتون أو يصوتون بطريقة يعني مختلفة، كل واحد يعني في جهته، فلا يستفيدون من هذا التصويت. على كل حال يجب أن نقوم بكل ما نستطيع من تربية أولادنا ودعوة إخواننا للدين ومحاربة يعني الإرهاب، والله تعالى المستعان، والله يفرج عنا جميعا. ونحن في ذاهبون إلى آخر الزمان والفتنة تشتد، فأنا أريد أن أحذر إخواني أن هذه الأحوال لن تنفرج، والأمر بيد الله، بل علينا أن نترقب أنها ستزداد شدة بعد شدة. فعلينا أن نتمسك بديننا، ولو نرى من حولنا الناس يتركون الدين ويبتعدون عن الدين خوفا على مصالحهم وإرضاء لغير المسلمين، كما قال الله تعالى: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فعلينا أن نتمسك بديننا وندعو إخواننا وأخواتنا إلى الله وإلى التمسك بالدين، ونجتهد كما استطعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.